يعني كيف يستطيع الإنسان أن يصل إلى الرضا الذي يعني الرضا المقصود الذي وصل له النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصل إليه؟ أول ذلك أن يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس لما قال: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد في وجاهك، ثم قال له: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أول شيء تعلم أن هذا مقدر، واحد مات ولده، كيف أرضى بالقضاء والقدر؟ أعلم أن الله تعالى قدر علي هذا قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وبالتالي أنا رضيت ولا ما رضيت هذا مقدر مكتوب، انتهينا. واحد مثلا احترقت سيارته، خلاص احترقت السيارة، أنا حرارة ولا نسيت فيها شيء ولا جاء واحد رمى عليها سيجارة ولا التماس واحترقت، خلاص انتهينا. ارضى بما قسم الله، شيء ما تقدر تعالجه. ليس مثل واحد فرضا يعني دخل في وظيفة معينة ثم صارت غير مناسبة له فنقول ارضى بما قسم الله لك واجلس في هالوظيفة، لا، ابحث عن وظيفة أخرى. لكن أنا أتكلم على أشياء الأقدار التي لا يستطيع الإنسان أن يدفع عن نفسه. يا ناصر، إذا شيخ بزيحنا أن الوظائف والوظائف يكون فيه منافسة وأكثر من منافس، فيدخل واحد يعني مو بأنه راضي بقدر لها قدرها وأن لو كان له خير بيأخذها، يعني يجي يقول معك واسطة قاعد أحصل عليها، يجي توظف فيها يقول قضاء لا قدر، يعني ربي كتب لك انك توظفها، تقول لا واسطة، يعني صارت بدلوا قضاء لا قدر بال أحسن، صار اعتمادهم على أسباب البشر وعمل البشر أكثر من اعتمادهم على توفيق الله سبحانه وتعالى. وهذه نقطة مهمة أيضا لعلي أعلق عليها بعد قليل. ذكرنا يا شباب كيف أصل إلى الرضا إلى جنة الرضا. أول شيء أن تعلم أن ما أصابك أو أن الأمور مقدرة من الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن تتخيل لو كان القدر أن المصيبة أعظم، مثل واحد فرضا خرج ولده وصار لحادث ومات الولد، طيب تخيل لو كان الولد هذا معه اثنان من إخوانه فرضا، إيش بيكون شعورك؟ واحد فرضا عنده سكر وأصيب بغرغرينة وقطعوا رجله، طيب تخيل حتى ترضى، تخيل لو كانت رجلين كلها مقطوعة، ترضى بما قسم الله لك يا أخي. أنا أذكر سبحان الله من أعجب ما رأيت، كان لي محاضرة مرة في إحدى المناطق، فقال لي الأخ المنسق المحاضرات، قال يا شيخ ودنا نزور الدكتور فلان نعزيه. أنا ظننت أنه يعزى في يعني أمه المتوفاة أو في أبيه أو في كذا، قلت نعزيه في من؟ قال يا شيخ هذا الدكتور أستاذ في الجامعة، عنده 11 ما بين الأولاد وبنات وزوجته 12 في البيت، ما شاء الله. يقول فذهبوا إلى عرس في مدينة أخرى تبعد عنهم قريب من 400 كيلو، والأب بقي في نفس المدينة لأن عنده شغل تبع الجامعة وتصحيحه. يقول فاللي وداهم ولده عمره تقريبا 24 سنة، وهم راجعون في السيارة الجمس الكبير أصيبوا بحادث وماتوا كلهم، كل العائلة الأم والأولاد كلهم. شوف أحيانا بعضها المصائب، الآن بعض الناس ربما لا يتحمل أن يموت ولده في حادث، صحيح، ولا لو ولده مع أخته وماتوا اثنينهم في حادث كاد أن ينفجع. شوف هؤلاء كيف حصل. فأنت تخيل كيف لو كانت المصيبة أعظم، يعني واحد رجع البيت وجد البيت محترق، احمد الله أن أولادك لم يكونوا في البيت فاحترقوا معه، احمد الله تعالى على ذلك. واحد فرضا فصل من وظيفته ظلما، احمد الله أنك ما فصلت من وظيفة بسبب اختلاس وبالتالي تفصل وتسجن، احمد الله تعالى على ذلك. واحد فرضا ولده وقع في التدخين، صح انصح الولد وذكر الولد ويا ولدي ما يصلح ولد، لكن برضو أنت في داخلك قل اللهم لك الحمد أنه لم يقع في الحشيش والمخدرات. دائما لأجل أن ترضى بالقضاء والقدر، تخيل لو كان هذا القضاء والقدر أعظم، أعظم المصيبة. يعني أخيرا أن يدعو الإنسان ربه سبحانه وتعالى إلى أن يعني يرضيه بهذا القضاء والقدر، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، وأعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء. يا ربي أعوذ بك أنك تقضي علي، أن تقدر علي مصيبة أو تقدر علي موت ولد أو تقدر علي يا ربي احتراق منزلي، أو يعني دعاء الإنسان لله سبحانه وتعالى أن يكف عنه الشر قبل أن ينزل به. هذا أيضا سنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يرضون به.